أهلا بكم من جديد. أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى بافتتاح معرض الرسام الروسي نيكاس سيفرانوف في فندق الفور سيزن البحرين بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في جمهورية روسيا الاتحادية. لدى وصول سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة كان في الاستقبال معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين الثقافة والآثار وسعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وعدد من المستقبلين. خلال الجولة في المعرض اطلع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة على ما تضمنه المعرض من رسومات بلغت 21 لوحة مثلت مسيرة الرسام التشكيلي، كما استمع سمو إلى شرح منه عن الخامات والمواد المستخدمة في رسم اللوحات التشكيلية المتميزة. في ختام الجولة تشرف الفنان الروسي بتقديم هدية تذكارية إلى سموه. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة أن الحركة الفنية تحظى برعاية واهتمام عاهل البلاد المفدى ذو الله ورعاه لما لها من رسالة سامية وأهداف نبيلة، مشيرا سموه أن مملكة البحرين تمتلك نخبة من أفضل الفنانين التشكيليين وشهدت أعمالهم الفنية المتميزة نجاحا باهرا في مختلف دول العالم من خلال مشاركتهم المتميزة والتي نقلت الوجهة الحضارية لمملكة البحرين. ونوه سمو إلى أن المعرض احتوى على لوحات قيمة وهادفة وأن ما وظفه الفنان من أدوات فنية أضفت على أعماله رونقا فنيا وإبداعا متميزا ينم عن تعبير فني صادق من حيث المضمون والأهداف. وأشار سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى إلى أن إقامة هذا المعرض يأتي ضمن تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات. كما تقدم سموه بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنظيم هذا المعرض المتميز، مشيدا بجهود معاليها في تنظيم مختلف المهرجانات والمعارض ومد جسور التواصل مع مختلف الثقافات. كما شكر سموه سفارة مملكة البحرين في روسيا على تعاونها في إقامة هذا المعرض المتميز. من جانبه توجه الفنان الروسي نيكاس سيفرانوف بالشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ذو الله ورعاه لرعايته الكريمة للمعرض والتي هي تعبير صادق لاهتمام جلالتي بهذا الفن المتميز. كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة على افتتاحه المعرض نيابة عن جلالة الملك المفدى، مشيرا إلى حرصه على إقامة معرضه في البحرين لما تمتلكه من مقومات ثقافية وحركة فنية شاملة مشهودا لها. بهذه المناسبة قالت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: نفخر بالتبادل الثقافي المتين ما بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا، مشيرة إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار المشاريع المشتركة ما بين البلدين والتي أثمرت على مدى السنوات الماضية نشاطا ثقافيا وفنيا ساعد على الارتقاء بالمشهد الحضاري في المملكة. وتوجهت معاليها بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة على دعمه المتواصل للحراك الثقافي في البحرين، مؤكدة أن رعاية هذا المعرض تأتي في ظل توجهات القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة البحرين على خارطة المراكز الثقافية والإقليمية والعالمية المتميزة.